امبارح كمان كانت جولة أو آخر جولة في إياب مرحلة الدور التمهيدي من منافسات البطولات الأفريقية. خلاص تم تحديد هوية الأندية اللي هتلعب قدام الفرق المصرية، الأهلي وبيراميدز اللي بيشاركوا في دوري الأبطال، والزمالك والمصري اللي بيشاركوا في الكونفدرالية. أولا دوري أبطال أفريقيا، النادي الأهلي هيلعب مع جورماهيا الكيني اللي قدر أنه هو يتخطى امبارح بطل جنوب السودان 5-1 في لقاء الإياب بعد ما كان خسر في مباراة الذهاب 1-0. ويمكن اتكلمنا امبارح وقلنا أن ده مش مقياس، وممكن جورماهيا يعني يعمل مفاجأة، وعمل مفاجأة في الحقيقة من العيار الثقيل بالسكور الكبير ده. بيراميدز هيلعب مع الجيش الرواندي اللي كسب عزام يونايتد التنزاني 2-0 في لقاء الإياب بعد خسارته 1-0 في لقاء الذهاب.